اول حاجة عايزين نبدأ بيها، عايزك تفكر في الاكس راي. انا النهاردة التارجت بتاعي عايز عينك ودماغك تقدر تفهم اكس راي كويس، تتعود تقراها كويس، تطلع منها بدايجنوستس كويس. ناس كتير هتبص على الاكس راي دي هتقول دي حالة بالبيكتومي كويسة جدا، في ناس كتير هتقول ايه ده في بيرفوريشن، ده في ناس هتقول لا ده سيلر باف، مع ان احنا ما عندناش سيلر ما عندناش باف في البيدياتريك دينستري. في ناس هتقول ده بيرفوريشن وانت صلحته بام تي، في ناس هتقول لا الحاله حلوه قوي والريدي اوباسيتي اللي فيها ممتازه، في ناس هتلاقي ريدي لوسنسي موجوده في الفوركيشن وهتقول لا دي كانت حاله ابسس كبيره. عايزك تفكر في الموضوع وهقول لك انا ليه جايب الاكس راي دي. اول سلايد على شكل الكيرز ده، الكيرز بعد ما اتعالج هو لونه كده اسود؟ اه هو لونه اسود. هيفضل كده يا دكتور؟ اه هيفضل كده. طب والاستاتكس اعملها بعدين، لكن الكيرز ان انت تحوله لارستد. فاكرين احنا في حاجه بنقولها دايما انفكتد دنتين وافكتد دنتين، ده بقى اكنه الافكتد دنتين. في حاجه اسمها ارستد كيرز اللي هي الستين السوداء اللي بتبقى موجوده والسنه جايه لك ساوند وفيها جزء سود شويه على الفيشر او حاجه، بنقول اه ده ارستد كيرز، مش شرط نفتحه لان خلاص ما بقاش فيه بكتيريا، حصل هيلينج والتئم المكان التوكسنز والاسيدز اللي كانت موجوده هنا وعملت لك ديمينلايزيشن. فالاس دي اف اللي هو اختصار لكلمه سيلفر دايامين فلورايد، سيلفر دايامين فلورايد اس دي اف، بيقدر يعمل كده اكنه. انا بقرب لك الفكره، هو مش بيعمل كده بالظبط بس اكنه بيحول الكيرز من اكتيف كيرز لارستد كيرز. طب الاستاتكس مش حلوه؟ اه الاستاتكس مش حلوه بس مش كل الكيسز انتيريورز، لكن عايز تغير في الاستاتكس وانس الطفل بقى متعاون معاك تقدر جدا تحط كومبوزيت في الكيس دي. لكن لو انت ما حطيتش اس دي اف في طفل عنده سنه وسنتين وجاله رامبنت كيرز وما عندكش حل غير ان انت تدخله جنرال انستيزيا، وما دخلتوش جنرال انستيزيا ببساطه بعد ست شهور هتلاقي السنان بقت ريميننج روتس، هتلاقي السنان بقت كلها ابسس، السنان مليانه انفكشنز بسبب انك تسبت الاكتيف كيرز شغال. لا انا لو عندي خيارين ادخل ابني جنرال انستيزيا او احط له دراج على اسنانه بدون بين بدون هاند بيس بدون اي عارف الهيستوري اوف بين مع العيان ده، ده بالنسبه لجزء التاريخ المرضي. طيب لو اتكلمنا على الكلينيكال اكزامينيشن، مين اول ما بيشوف المنظر ده على طول بيدي انتبيوتيك؟ دايما بتيجي صوره كده على الواتساب او بتيجي لك تليفون اب او ام، دكتور ابني وارم، وش وارم ده عينه مقفوله ده وشه وشه منفوخ قوي احنا مش عارفين نعمل ايه، طب نجري عليك ولا ما نجريش، في حاجه تعملها او مفيش؟ هتلاقي ناس كتير قوي بيقول لك اول ما بيشوف المنظر ده لا على طول يا دكتور بقوم قايل له خد مضاد حيوي وتعالى لي بعد اسبوع يكون الورم فشل. لا نصيحتي ليك المنظر ده دايما تقول للاهل هاتوا تعالى، ما تقولش في الكيس دي انت بتيجي تفتح البالب خلصت شلت الكيرز اوب اكسبوجر فتحت قلت قررت الحاله دي هعمل بالب ثيرابي، ما قررتش انها بالباتومي هي بالب ثيرابي، فقررت ان انت تحاول توقف البليدنج وده اي بي سي. هنبدا نشيل الكرون بالب تيشو وهتلاقي عندك حاجه من الخمسه دول، يا اما هتلاقي نورمال بليدنج يعني حضرتك جيت تشيل الكورونال تيشوز والدم طلع معاك مره الثانيه حطيت قطنه الدم وقف، يبقى ده نورمال بليدنج. التشخيص يعني ايه او الديفينيشن لكلمه نورمال بليدنج يعني ايه؟ يعني كان بي كنترولد، يعني الدم ينفع انا اوقفه كان بي كنترولد. دي اول كونديشن والحاله دي هنعملها بالباتومي. طيب ممكن تلاقي ايه؟ ممكن تلاقي تاني اكسسيف بليدنج ان انت شلت التيشوز وبتحط قطنه دراي لسه في دم، تحط قطنه ويت لسه في دم، عملت الريجيت جوه البالب تشامبر وتنظف وتعمل لسه في دم، ده اكسسيف بليدنج يعني cannot be controlled يعني الدم مش عايز يقف. ايه التكنيكس اللي عندنا؟ احنا ما بنعملش غير الدايركت والاندايركت بالب كابنج، واتفقنا على الكلام ده من الاول ان احنا ما بنعملش دايركت بالب كابنج في برايمري ليها اسباب كتير مش موضوعنا النهارده،
الاندايركت بالب كابنج اتفقنا عليها في الاول ان احنا الاسم الاشيك ليها الاجدد 2018 زي ما اتفقنا الهال تكنيك والاس دي اف ده اندايركت بالب كابنج، او بنعمل بالباتومي او بنعمل بارشال بالبكتومي، ولو كيس نون فايتال بنعمل نون فايتال بالباتومي. وده حقيقه كلام قديم شويه وكلام اكاديمي وبيزك، يعني اللي بيسمعني وبيذاكر ماجستير بيدو في اي جامعه لازم يقول النون فايتال بالباتومي، لازم هيلاقيها موجوده في الكتب، لكن براكتيكال وايز ما بنعملهاش. احنا بنعمل البالبكتومي لو الكيس نون فايتال. خلينا قبل ما نخش في البرايمري تيس بالب ثيرابي نعرف شويه حاجات خاصه بالاناتومي. لازم تبقى عارف ان الديستوباكر روت قبل ما تخش كده، الديستوباكر روت هو اقصر روت، الميزيوباكر بالب هورن هو اعلى بالب هورن. يعني حضرتك لو عندك الكيرز والكلام ده احنا عارفينه حتى في البيرمننت، لو انت عندك الكيرز بروكسيمال وعاده ده المنظر بتاع البيدو لو نجح. ايه شروط البالباتومي؟ ان يكون عندك ريفرسبل بالبايتس، والجدول اللي قلناه في الاول ان البين مش كونتينيوس مش ثروبينج، ما عنديش مشاكل في الريديوجراف، ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي، ارجع تاني للجدول الجزء اللي اتكلمنا فيه في الدايجنوزز. وان الكيس طبعا تكون فايتال، والبليدنج يقف ماكسيمم بعد 5 دقائق من الامبيتيشن. يعني حضرتك اطمنت انك شلت كل الكورونال بالب تيشو، حطيت قطنه دراي او قطنه ناشفه ايا كان، قطنه دراي او قطنه ويت بسلاين او باي حاجه ستيرايل يعني، والبليدنج ماكسيمم 5 دقائق تشيل القطنه ما تلاقيش بليدنج. ده المنظر اللي عايز اطمن ان الحاله دي فعلا بالباتومي. لو البليدنج مش واقف اتس نوت بالباتومي كيس. البالباتومي ده نعمله ازاي؟ اول حاجه ونركز قوي في الحاجات دي لانها تتكرر في البالبكتومي عشان ما اقعدش نعيدها تاني. اول حاجه روبر دام، في ناس هتقول يا نهار ابيض هحط روبر دام في البيدو. هتحط روبر دام في البيدو as much as you can. روبر دام مفيش سيستماتيك ريفيو بيقول ان هو طريقه الايزوليشن الوحيده. يعني ايه سيستماتيك ريفيو؟ يعني الايفيدنس اللي بيقارن كل الابحاث اللي اتعملت في الدنيا على الايزوليشن. مثلا مفيش سيستماتيك ريفيو بيقول ان الروبر دام هو الوحيد، لكن كل البيبرز بتقول ان هو الاحسن. فا if you can go for this، if you cannot حاول تبقى isolated في شغل. النهاردة هنتكلم عن البالبكتومي. احنا المفروض في الاجزاء اللي فاتت في الدايجنوزز احنا عرفنا ازاي نسلكت الكيس، ازاي نعرف الكيس اصلا نعملها بالب ثيرابي او نوت، ولو هنعمل بالب ثيرابي ايه الكونديشنز وايه الظروف وايه الهيستوري وايه الكلينيكال فايندنجز وايه الاكس رايز واشكال الاكس رايز اللي هتؤهلني ان انا اقول الحالة دي هعمل معها اني تكنيك من البالب ثيرابي تكنيكس. عرفنا البالباتومي الماتيريالز بتاعته، ازاي نكنترول بليدنج، ايه الانترا كورونال بارت ميديكيشن، مش عايز اقول انترا كانال، الفرق بين الفورمر كريزل الام تي اي الصوديوم هايبوكلورايد. عرفنا الماتيريالز والتكنيكس. خلينا دلوقتي نخش على الجزء الاخير البالبكتومي. البالبكتومي باي ايفيدنس ديفينيشن اي اي بي دي 2018 ان احنا كومبليت ريموفال اوف ذا بالب من الروت كانال of the primary teeth ونحط inert material inert resorbable material. مش عايزين نحفظ حاجه يعني، بس هو بيولوجيك كده احنا بنشيل complete removal. الكلام اللي كان بيتقال ايام الكليه ان احنا ما ينفعش نعمل complete، لا ده الديفينيشن بيقول complete فهو ينفع complete. خلاص الامور اتغيرت، مش بقول كلام الكليه غلط، اقصد الاجدد ان احنا نقدر نعمل complete removal of pulp. وانا هعدل كمان على الديفينيشن ده حاجه بسيطه، ان هو مش complete removal of pulp بس، انت المفروض complete removal of everything. لان ببساطه انت ممكن ما تلاقيش بولب، احنا زي ما اتفقنا احنا ممكن نخش نلاقي الحاله نكروتيك او فيها سابيريشن اصلا فما عنديش بولب، لكن بنعمل نفس الاجراء، احنا بنعمل برضو بالبكتومي. فاحنا بنشيل كل حاجه من جوه الروت كانال ونسيب انرت ريزوربابل ماتيريال تمنتين التوث في الدنتال ارش اب تو ان يجي ميعاد شويه. خلينا نشوف الفيديو ده حاله بالبكتومي كده فروم اي تو زي. روتري فايل ده اصلا مش برايمري فايل، ده permanent file يعني file بتاع adults. زي ما انتم شايفين هو single file، يا دوبك انا دخلت طلعت بالpulp tissue كله حتى bloodless. bloodless دي معناه ان انا قطعته صح، جبته كله ده كده بس for demo. ادي الpulp tissue بتاع الكناين ده. one file one entry انا خلصت almost the pulpectomy، لكن طبعا لازم اخش تاني عشان لو في اي residuals ماسكه في الدنتين وولز، اي باي بكتيريا اي باي تيشوز اي حاجه موجوده. طبعا باين ان احنا في general anesthesia. داخل طالع البراشنج موشن اللي اتفقنا عليه. الناس دايما ما بعرض الفيديو ده بيقولوا لي انت واخد الاكسس باكل. ايوه احنا بنقدر ناخد الاكسس باكل لان الكيرس باكل، فاحنا او ليبيال يعني،
فاحنا بنشتغل كيرز دريفن اكسس، احنا بنشتغل ثرو كيرز ما دام حصل اكسبوجر. ملوش معنى ان البالتا الوول السليم افتح فيها وهي سليمه. اريجيشن ده كلوراكسيدين 2% روينس، كده بعد كده دراينس اللي بقول لكم عليه. ان احنا نستخدم جريت تيبر بيبر بوينتس، ده بيكون افضل كتير. دي تيبر 30 تيبر 6، يعني كأنك حاطط كذا بيبر بوينت سايز 30 مع بعض، فاختصرتها هي مره واحده. زي ما انتم شايفين مفيش بلاد، مفيش اي حاجه، طالعه كلير، طالعه بالبواقي كلوراكسيدين يعني. روت فيلنج، ودي حته بقى مهمه جدا، ازاي بحقن الميتابكس. انا اهو دخلت بحقن وبطلع، شوف صوره ايدي وانا بطلع وهوريكوا الاكس راي بتاعته دلوقتي اهو. بطلع 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 انا بحقن، بطلع انا بحقن كده، خلاص انا خلصت لغايه الاخر.